عاجل ورسميا التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة. مشاهدي الوطن لايف اهلا بحضراتكم، ما زلنا بنتابع معاكم كل جديد عن نتيجة الثانوية العامة، وفي طبعا حالة ترقب كبيرة جدا والعديد من الطلاب والاهالي منتظرين اعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم. واخيرا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعلن عن موعد نتيجة الثانوية العامة. طبعا يعني رسميا اليوم تم الاعلان عن نتيجة موعد نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء المقبل، يوم الثلاث المقبل الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة. ده اللي قاله وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف. وكمان اوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بان تحديد موعد اعلان النتيجة بيأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكل اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة. كمان هيتم خلال المؤتمر الصحفي اعلان تفاصيل اوائل الثانوية العامة خلال ساعات. لكن النتيجة امتى؟ علشان كل اللي بيسأل، يوم الثلاث المقبل، يوم الثلاث اعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي. في هذا الاطار توجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة، تقديرا لجهودهم اللي بذلوها خلال امتحانات الدور الاول لضمان انتظام سير الامتحانات، واللي انعكس الحقيقة بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل. مصادرنا داخل وزارة التربية والتعليم أكدوا أن نتيجة الثانوية العامة تم تجميعها بدقة شديدة وفقا لتعليمات مشددة علشان تكون بلا أخطاء. وطبعا تم توجيه رسالة لطلاب الثانوية العامة أنهم يطمنوا، النتائج الحمد لله مبشرة وكل طالب هيحصل على حقه كاملا ودرجاته وفقا لمستواه الحقيقي. طبعا مرة تانية بنقول لحضراتكم أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة تم منذ قليل، النتيجة يوم الثلاث المقبل. نتيجة الثانوية العامة هتتم الإعلان عنها يوم الثلاث اللي جاي بإذن الله بعد بكرة بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم، وده الوزارة أكدته في بيان رسمي منذ قليل. كمان بشكل يعني عاجل هنشرح لحضراتكم مرة تانية علشان اللي ما يعرفش، نتيجة الثانوية العامة هيتم الحصول عليها من خلال الوطن بخطوات بسيطة جدا. ده الشكل اللي هتشوفوه حضراتكم لما تفتحوا الموقع الإلكتروني علشان تشوفوا النتيجة، هيظهر خانة الاسم، هيتم كتابة الاسم هنا ايا كان اسم الطالب ثم رقم جلوسه في هذه الخانة. بعد كده هيختار الشعبة سواء ادبي او علمي، ومن هذا السهم هيكون متاح يختار الشعبتين ثم المحافظة وليكن هنا القاهرة او الجيزة او ايا كان. بعد كده رقم البريد الالكتروني او عنوان البريد الالكتروني هيكتبه في هذه الخانة ثم رقم تليفونه في هذه الخانة ويدوس سجل الان عشان يحصل على نتيجته من الوطن. مرة تانية بنقول لحضراتكم وبنأكد ان اعلان نتيجة الثانوية العامة بإذن الله يوم الثلاث المقبل، ده اللي أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علشان يكون يعني الموعد النهائي والدقيق والأخير للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة. شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أكد أن هذا الموعد جاء بعد وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لكل إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة. كمان هيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة. 30 طالب وطالبة في قائمة أوائل الثانوية العامة تم يعني تجميعهم من مدارس مختلفة، مدارس المدارس الحكومية، مدارس التجريبية، مدارس المتفوقين، مدارس المكفوفين. تم تجميع 30 طالب وطالبة وفقا لأعلى 30 مجموع تم الحصول عليه في الثانوية العامة، وهيتم الإعلان عنهم خلال ساعات قليلة قائمة بأوائل الثانوية العامة. وطبعا كل تفاصيل هؤلاء الطلاب المتفوقين، ولكن الحقيقة كانت أكدت وزارة التربية والتعليم أنه مفيش أي طالب حتى من الثلاثين الأوائل حصل على مجموع 100%، لا يوجد هذا المجموع إطلاقا. وده بررته يمكن الوزارة بأنه وفقا للنظام يعني التقييم في الامتحانات اللي تم العمل بيه، وكمان نظام الاوبن بوك، علشان كده ما قدرش اي طالب يحصل على مجموع 100%. في هذا الاطار توجه محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافه العاملين في منظومه امتحانات الثانويه العامه اللي بذلوا مجهود كبير
في امتحانات الدور الاول عشان يتم طبعا من خلاله ضمان انتظام سير الامتحانات واللي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة. طبعا مرة تانية بنقول لحضراتكم ان مصادرنا اكدوا ان النتيجة تم تجميعها بدقة شديدة وفقا لتعليمات مشددة علشان تكون بلا اخطاء، وتم توجيه رسالة للطلاب، رسالة طمأنة الحقيقة ان هم يطمنوا ان النتائج مبشرة ونسب النجاح في كل المواد يمكن اعلنا عنها اكثر من مرة، نسب نجاح كلها تخطت 90%، وده شيء الحقيقة مطمن ومبشر. كل طالب حصل على حقه كامل ودرجاته اللي يستحقها وفقا لمستواه الحقيقي، والنتيجة هيتم الإعلان عنها بشكل رسمي يوم الثلاث المقبل بإذن الله. يمكن منذ قليل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت في بيان لها أعلنت أنه النتيجة هيتم الإعلان عنها يوم الثلاث. الحقيقة الفترة اللي فاتت كانت مليئة بالشائعات، النتيجة هتكون يوم السبت، النتيجة هتكون يوم الحد، وزارة التربية والتعليم كانت بتطلع وتأكد وتنفي هذا الكلام وتقول النتيجة مش هتظهر في هذه الأيام، ولكن بعض الناس كانوا متوهمين ان ده هيحصل وان في نتائج بالفعل ظهرت، وكل ده ما كانش صحيح. كمان كان في اكتر من شائعة نفتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بانه هناك بعض الاشخاص يعني بيتقاضوا مبالغ مالية مقابل تغيير في النتائج وتلاعب، وطبعا اكدوا ان هذا الكلام غير صحيح بالمرة ولا اساس له من الصحة وكلها شائعات مغرضة. لكن الحقيقي والصحيح واللي موجود بشكل رسمي هو اعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاث المقبل. مرة تانية زي ما حضراتكم شايفين احنا بنوريكم يعني ازاي تقدروا تحصلوا على نتيجة الثانوية العامة من خلال الوطن. مرة تانية بنقول لحضراتكم هو هنا نكون الاسم، اسم الطالب، ثم رقم جلوسه، وبعد كده سواء علمي او ادبي شعبته، ثم المحافظة، بعد كده البريد الالكتروني ورقم الموبايل، ثم سجل الان بيتم الضغط عليه علشان تظهر النتيجة بكل التفاصيل فور اعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف. طبعا يمكن كان شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم اكد ان النتيجة تم اعتمادها بعد الانتهاء من تجميع درجات الثانوية العامة ودرجات الطلاب بشكل دقيق جدا علشان كل طالب يحصل على درجاته اللي استحقها، وبمبدأ في تكافؤ كبير للفرص. طبعا تم تصحيح بشكل الكتروني ثم التجميع عشان كمان يقدروا ان هم يطلعوا قائمة الاوائل باعلى مجاميع والدرجات اللي حصل عليها الطلاب، 30 طالب وطالبة. طبعا بنبارك ليهم من دلوقتي من قبل ما تظهر هذه القائمة، 30 طالب وطالبة كانوا من اوائل الثانوية العامة هذا العام، تم تجميعهم من مدارس مختلفة، يمكن من الحكومية التجريبية ومدارس المتفوقين والمكفوفين ومدارس الدمج. هناك 30 طالب وطالبة كانوا من أوائل الثانوية العامة، لكن لم يحصل أي طالب أو طالبة فيهم على مجموع 100%، وده السبب اللي أرجعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأنه هذا العام كان الامتحانات بنظام التقييم وكمان نظام الأوبن بوك، وده السبب اللي ما خلاش حد فيهم يقدر يحصل على الدرجة النهائية في كل المواد. خليني كمان اقول لحضراتكم ان مصادرنا اكدت لينا ان كنترولات الثانوية العامة انتهت تماما من تصحيح جميع المواد، وانه رغم ذلك زي ما قلنا لحضراتكم ما قدرش الطلاب يحصلوا على 100%، لكن هناك متفوقين وهناك اوائل هيتم الاعلان عنهم خلال ساعات. طبعا التقييم الجديد وعقد الامتحانات بنظام الاوبن بوك اختلف، خلى في اختلاف او في شوية في ظهور، كنا الاول نشوف 101% و102%، لكن هذه المجموعة اختفت شوية مع النظام الجديد، نظام الاوبن بوك ونظام التقييم، وبناء عليه الدرجات المرتفعة دي ما بقتش موجودة. لكن رغم كده نسب النجاح مبشرة جدا في كل المواد وتخطت 90%. مصادرنا كمان داخل الوزارة اكدت ان اعمال التصحيح تمت بشكل الكتروني بدون تدخل العنصر البشري علشان يتم ضمان عدم وجود اي اخطاء، ووضحت انه كل طالب حصل على درجاته اللي استحقها ومفيش اي طالب هيظلم في نتيجة الثانوية العامة. يمكن كانت يعني الساعات اللي فاتت العديد من المواطنين كانوا تسألوا عن نتيجة الثانوية العامة، وكانوا خلاص ابتدوا يعني تحصل حالة من الملل ان هو نتيجة امتى، عايزين نعرف هل مش هيتم الاعلان عنها، هل هنتفاجئ مرة واحدة ان النتيجة هتظهر. لكن اكدت الوزارة اكتر من مرة ان هيتم الاعلان بشكل رسمي النهاردة
عن الموعد النهائي. وبالفعل منذ دقائق اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد نتيجة الثانوية العامة ان شاء الله يوم الثلاث بعد بكرة بشكل رسمي يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة علشان تظهر لكل الطلاب في كل المحافظات. واحنا من هنا بنتمنى لطلاب الثانوية العامة كل التوفيق والنجاح وبإذن الله يعني يحصلوا على مجاميع تكلل مجهودهم ودعوات اهاليهم ليهم طوال هذا العام وتعبهم طول السنة في المذاكرة والامتحانات. مشاهدينا بكده تكون انتهت تغطيتنا، لكن ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في تغطية نتيجة الثانوية العامة بشكل مستمر وحصري على الوطن لايف ولحظة بلحظة بكل الأخبار والحصريات من الوطن لايف. بشكركم وإلى اللقاء.